عليكم السلام، كيف شيخنا؟ ازي حضرتك؟ الحمد لله الحمد لله الحمد لله. اتفضل. الله يبارك في حضرتك. انا الحمد لله بفضل الله ربنا رزقني بخمسه من الاولاد. رزقني، اما رزقني رزقني مصيبه، لكن رزقني الحمد لله. معذره يا اتفضل اتفضل. فكنت بدعي ربنا دايما ان ربنا يبارك فيهم وينفع بيهم الدين ان شاء الله. فبفضل الله الحمد لله انا عندي ثلاثه من الاولاد اتم حفظ القران على سن 10 سنوات. الحمد لله الحمد لله رب العالمين. فانا بسال حضرتك دلوقتي النصيحه، اعمل ايه بعد كده ان شاء الله؟ سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، احاديث يسيره من سنه رسول الله عليه الصلاه والسلام. يعني هم في السن الصغير دلوقتي يا شيخنا اوديهم مثلا يعني اخليهم يقراوا حاجه معينه ولا تنصحني؟ لا، في كتاب رياض الصالحين، اي كتب تحوي السنه الثابته الصحيحه. ربنا يبارك في عمرك. الله يبارك لك فيهم. جزاكم الله خيرا. وإياكم. الله يسلمك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله.